ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ معاكم زميلتكم شمس، ونكمل ان شاء الله الموضوع اللي بدأنا فيه المحاضرة اللي فاتت. يا رب بس ما تكونوش زهقتوا مني. قبل ما نقول اي حاجة نفتكر زمايلنا اللي سبقونا، ندعي لهم بالرحمة وندعي لأهاليهم ربنا يصبرهم ويربط على قلوبهم يا رب. عايزة افكركم بس ان انتم ما تبطلوش محاولة، وطول ما بتحاولوا فربنا هيعينكم ويكرمكم ويوفقكم. قبل ما ندخل في موضوعنا النهاردة، نفتكر الكلام اللي قلناه في المحاضرتين اللي قبل كده بسرعة. قلنا في البداية ان الخلية الطبيعية بتبقى في وضع اسمه هوميوستيزيس. يعني ايه هوميوستيزيس؟ يعني استقرار داخلي. طب الخلية دي بدأت تتعرض لستريس معين، الاستريس ده ممكن يبقى حصل مثلا زيادة في الاستريس، انكريز في الاستريس، فبتستجيب مثلا بهايبرتروفي او هايبربليجيا، او حصل ديكريز في الاستريس فبتستجيب باتروفي، او ممكن اصلا الاستريس ده يتغير خالص، يحصل تشينج في الاستريس فكانت بتستجيب بيه ميتابليجيا. انتوا دلوقتي بقيتوا عارفين المعاني دي، فمش هنقف عندها كتير عشان هي مش عنوان محاضرتنا. قلنا ان هو الخلية هتيجي عند نقطة ما مش هتعرف تتكيف او تتأقلم تاني مع الاستريس ده، فطالما وصلت للنقطة دي بتدخل مني في سكة الايه، في سكة الإصابة. وممكن اصلا الخلية من البداية هي ما عملتش ادابتيشن او ما عملتش تكيف، لا ده هي تعرضت لإصابة مباشرة. طب اتفقنا استجابة الخلية للإصابة كانت بتعتمد على 3 عوامل مهمين: نوع الإصابة، ونوع الخلية ذات نفسها وهتستجيب ازاي، وشدة الإصابة. وبناء على شدة الإصابة دي كنا بنقسمها لنوعين. لو الإصابة كانت إصابة خفيفة أو استمرت لفترة صغيرة فكانت بتدخل مني في سكة الريفيرسبل. واتفقنا الريفيرسبل يعني مجرد ما عالج السبب الخلية هترجع لطبيعتها. طب ليه الخلية هترجع لطبيعتها؟ لأن النيوكليس مازال سليمة، أنا ما جيتش جنب النواة. طالما النواة سليمة فالخلية فيها أمل إن هي ترجع. ممكن الإصابة دي كانت شديدة فموتت الخلية على طول، أو كانت استمرت لفترة طويلة. طب إيه فكرة إن هي استمرت لفترة طويلة؟ هي في البداية لو استمرت الإصابة لفترة طويلة هتدخل في ريفيرسبل، بعد كده التغيرات اللي بتحصل في الخلية في فترة الريفيرسبل مع استمرار الإصابة الخلية مش هتستحمل فتجيب آخرها فتموت مني. يبقى أنا عندي وصلت للنتيجة الحتمية اللي هي الريفيرسبل إنجري، يعني الخلية ماتت. الريفرسبل انجري قلنا ان هو الخليه ماتت. بيقول لي بيبقى نوعين، يا اما نيكروزس يا اما ابوبتوزس. نيكروزس يعني انا قتلت الخليه نتيجه شد الاصابه. ابوبتوزس الخليه انتحلت منها لنفسها. وعايزه برضو نفهم مصطلح مهم، كلمه نيكروزس او ابوبتوزس في حد ذاتهم دي مش معناها يعني موت، لا ده كلمه نيكروزس دي يعني بتوصف لي الاحداث اللي حصلت في الخليه بعد موتها، وابوبتوزس نفس الكلام بتوصف لي الاحداث بتاع الخليه او الاشكال او حتى المورفولوجيكال تشينجز اللي هي التغيرات اللي حصلت في الخليه كشكل اثناء موتها او بعد موتها بعد انتحارها بقى، يعني عشان نبقى على وجه الدقه. مش هنطول اكتر من كده يعني عشان الموضوع مفتحش مننا على البحر. قلنا هنتكلم في المحاضره عن ايه، هنتكلم على مصطلح اسمه نيكروزس ومصطلح اسمه ابوبتوزس. النيكروزس ده في منه انواع، هنتكلم برضو عنها بشيء من التفصيل شويه. ندخل في النكروزس. زي ما قلت لكم النكروزس ده مش معناه موت في حد ذاته على ما قد معناه ان احنا بنوصف التغيرات الشكليه اللي بتحصل. فبيقول لي ان هو عباره عن ايه، عباره عن المورفولوجيكال تشينجز يعني التغيرات اللي بتحصل في شكل الخلايا او في شكل مجموعه من الخلايا بعد ما تموت. عايزه اقول لكم حاجه برضو، ان النكروزس ده دايما بيحصل نتيجه باثولوجي، دايما بيحصل نتيجه اصابه، على عكس الابوبتوزس اللي بيحصل في بعض الحالات بصوره طبيعيه اصلا. وكمان النكروزس لما بيحصل مع عدد كبير من الخلايا، يعني ممكن توصل لنسيج كامل اللي هيموت والنسيج ده فيه عدد لا يحصل من الخلايا. بينما الابوبتوزس اللي هو الانتحار ده ممكن يحصل في خليه واحده او مجموعه صغيره جدا. يبقى انا عندي تاني، النكروزس هو عباره عن ايه، هو عباره عن المورفولوجيكال تشينجز التغيرات اللي بتحصل في شكل الخليه ذات فولو ديث اللي بتعقب موت اوف جروب اوف سيلز مجموعه من الخلايا في الجسم، which occur either directly يعني الإصابة كانت شديدة فموتت الخلية على طول، أو follow reversible يعني الإصابة استمرت معايا لفترة طويلة فدخلتني الأول في سكة الريفيرسبل وبعدين اتنقلت منها لسكة الريفيرسبل. طب الكوزس، هنعيد الكلام تاني اللي قلناه، severe injury يعني إصابة كانت شديدة، أو injury of long duration أو إصابة استمرت معايا لمدة طويلة. طب ايه اللي خلى في الريفرسبل سيل انجري؟ قلنا ان هو الخليه ممكن ترجع لطبيعتها، قلنا عشان النواه او النيوكليس ما زالت سليمه، انما في الريفرسبل النواه بتتدمر، وطالما النواه اتدمرت فخلاص الخليه ماتت. فبيقول ان هو كوزنج دامج اوف ذا نيوكليس، هو دخل على النواه ضربها موتها وبالتالي حصل سيل ديس يعني حصل موت في الخليه دي.
جاب لي هنا رسمة بسرعة بيقول ان هو دي نورمال سيل، دي خلية طبيعية في البداية اتعرضت لانجري فبدأت تتعامل معاها بالريفرسبل. لو كنا فاكرين كلمة السر في الريفرسبل، في الريفرسبل انجري، قلنا حاجة اسمها سيل سويلينج، الخلية بتتنفخ سواء مية فكانت بتدخلني في سكة الكلاودي والهيدروبيك ديجنريشن، أو فات فكانت بتدخلني في سكة الفاتي تشينج. كانت الفكرة في السويلنج اللي السويلنج اللي بيحصل إن كان الـ ATP بيبقى قليل فبيضرب لي الصوديوم بوتاسيوم بومب، فكان الصوديوم بيتراكم جوه أو يدخل أو ندخل في سكة الإنروبيك فاللاكتيت يتراكم جوه الخلية، وسواء كده أو كده ده بيسحب معاه مية، بيسحب معاه مية فبينفخ الخلية. فبيقول لي هنا في الريفرسبل سيل انجري حصل سيل سويلنج. لو تلاحظوا السيل سويلنج ما حصلش في السيل ميمبرين بس، يعني السيل ميمبرين اتنفخ والخليه كلها اتنفخت، بيقول لي حتى اللايسوزومز اللي جوه الخليه دي حصل فيها سويلنج، الميتوكوندريا كمان حصل فيها سويلنج. طب انتي بتقولي لنا المعلومه ليه دلوقتي؟ هنعرف السلايد الجاي. يبقى تاني نرجع على السلايد دي سريعا، قلنا نكروزس هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن مورفولوجيكال اتشينجز ذات فولو ديث اوف جروب اوف سيلز، التغيرات اللي بتحصل اللي بتاع التي تعقب موت مجموعه من الخلايا. وزن ذا ليفنج بودي ويتش اوكير ايزر دايركتلي، بتحصل بصوره مباشره نتيجه ان الاصابه كانت شديده، والفولو ريفرسبل يعني الموضوع بدا معايا بحاجه بسيطه بس طول ما الاصابه فضلت مستمره فخلاص ادت ان الخليه ماتت. طب الخليه ماتت ليه اصلا؟ نتيجه الدمج اللي حصل في النيوكليس، لان راحت ضربت النواه، طالما النواه ضربت فالخليه ماتت. طب النكروزس ده بقى بيحصل ازاي؟ فاكرين لما كنت لسه قايله لكم ان السويلنج او السويلنج اللي بيحصل في اللايسوزومز وبيحصل في الميتوكوندريا وبيحصل في السلكه كل، فالسويلنج ده لو دلوقتي الاصابه ما زالت مستمره فعمال يحصل سويلنج في الخليه، فيجي عند مرحلة ما والميمبرينز بتاع الأورجانيلز دي مش هتستحمل أكتر من كده فتبدأ يعني تسرب أو تبدأ تتقطع كده، تبدأ تتقطع فتطلع مكونات المكونات اللي فيها بره. طب ايه أهم حاجة عندي؟ أنا دلوقتي عندي سيل، السيل دي كانت جواها لايسوسومز، كانت جواها ميتوكوندري، كانت جواها نواة، ده كله عمال يحصل فيه سويلنج، يحصل سويلنج سويلنج سويلنج، وخلاص الخلية مش هتستحمل فتدخل معايا في السكة دي، نلاقي الممبرين بقى عامل كده، اللايسوزوم الممبرين بقى عامل كده. وكمان طب اللي عندي بقى الضربة القاضية في موضوع اللايسوزوم الممبرين ده، لو فاكرين ان هو بيبقى فيه يعني انزيمات فتاكة، يعني اللي هو مجرد ما تخرج هتدمر اي حاجة حواليه. فبيقول لي اول خطوة في النكروزس ان بيحصل ديستراكشن، نشيل الشخبطة دي، بيقولي بيحصل destruction في السيل ميمبرينز. ولو تلاحظوا جميع السيل ميمبرينز عشان يقصد بيها السيل ميمبرين ككل، يقصد بيها اللايسوزومال ميمبرينز، وكمان الميتوكوندريا بتتدمر هي كمان، with release of proteolytic enzyme اللي اتفقنا عليها اللي هي بتطلع من اللايسوزومز. طب دلوقتي الخلية اهي طلع منها proteolytic enzyme، هتدمر اللي هتدمره، وفي نفس الوقت الخلية بقت عرضة لأي حاجة تخرج بره. مين اللي هيستغل الفرصة مجرد ما يلاقي الخلية اتفتحت كده؟ الكالسيوم. الكالسيوم ده خطأ يعني وجوده في الخلية يعني بيزيد الخلية تدميرا. طب ليه؟ لأني بيقولي ان هو الكالسيوم ده مجرد ما بيدخل جوه الخلية بينشط انزيمات انا مش عايزاها تتنشط. طب ايه الانزيمات دي؟ بيقولي بينشط انزيم اسمه فوسفولايبيز، فوسفولايبيز يعني بيكسر الفوسفوليبيد. طب لو تفتكروا الفوسفوليبيد ده كان مكون اساسي لايه؟ كان مكون اساسي للسيل ميمبرين، مظبوط. طب دلوقتي انا السيل ميمبرين اصلا كان فيه مشكلة، حصل لص في الميمبرين انتجريتي بتاعته، وكمان نشطت له الفوسفولايبيز اللي هيكسره تماما فالخليه خلاص يعني ما بقاش في خليه اصلا. كمان بيطلع لي انزيم اسمه بروتييز، اي بروتين في الخليه هيتدمر هو كمان، اي تي بيز، اي بقايا طاقه في الخليه هتتدمر، اندونيوكليز وده الكينج بقى اللي هيدخل جوه النواه يكسر لي الكروماتين. حد فاكر ايه الكروماتين ده؟ الكروماتين ده لما كنا بنكثف الدي ان ايه عشان نخلي النيوكليس تستوعبه، فكان الصوره المكثفه من الدي ان ايه كنا بنسميها كروماتين. يبقى تاني قلنا ان هو بيحصل اول خطوه في النكروزس بتحصل ايه؟ بيحصل ديستراكشن للسيل ميمبرينز اللي من ضمنها اللايسوسومال ميمبرينز، فيطلع لي منها بروتوليتيك انزيم تدمر لي الخليه. تاني حاجه الكالسيوم بيستغل الفرصه فبيدخل بكميات كبيره، ووجود الكالسيوم جوه بينشط ايه؟ انزيمات، الانزيمات دي بدورها كمان فتاكه للخليه.
يبقى increase the intracellular calcium which caused by ايه؟ calcium influx. الكالسيوم استغل الفرصة ودخل جوه الخلية عشان ينشط activates the following cellular enzyme، بينشط انزيم الفوسفولايبيز، بينشط البروتييز، بينشط ال ATPase وكمان الاندونيوكلييز اللي بيكسر الكروماتين. وطالما الخلية اتضربت فخلاص يعني كده ما بقاش في امل للرجوع. الرسمة هنا بتلخص لي الكلام اللي قلناه. زي ما اتفقنا قلنا ان كروزيس ده بيبقى always pathological. في البداية الموضوع معايا بيحصل بيبدأ بسيل انلارجمنت، يبدأ يحصل لوس في الممبرين انتجريتي. شايفين الممبرين بقى مقطع ازاي؟ فبالتالي مكونات الخلية دي هتتسرب. في خطوة نسينا نقولها في النص او ما نسيناش، يعني هو ده وقتها. دلوقتي مكونات الخلية دي ما تتسرب، هل دي حاجة طبيعية؟ يعني في انزيمات معينة هي معروفة ان هي جوه الخلية، وجودها بره الخلية ده مؤشر ان الخلية اتدمرت، وكمان وجودها بره الخلية ده غريب على الجسم، فهو ينشط الجهاز المناعي بتاعي. فالجهاز المناعي يروح يهاجم الحاجة الغريبة اللي لقاها دي، فيدخلني في سكة انفلاميشن اللي هو التهاب. ونعرف بالتفصيل يعني ايه انفلاميشن وبيحصل ازاي المحاضرات الجاية ان شاء الله. بعد كده اخر مرحلة يحصل ايه؟ نيوكلير ديجريديشن، يعني النواة هتتكسر. تطبيقا على موضوع النكروزس ده، لو حد فيكم نزل الاستقبال في الاجازة هتعرفوا ان حالات المايوكارديال انفاركشن، كلمه مايوكارديال انفاركشن يعني موت في عضله القلب نتيجه ان انا قطعت، نتيجه ان حصل جلطه في شريان ما، فالنسيج اللي الشريان ده كان بيغذيه مات. فمن ضمن الحاجات اللي بتطلب للمرضى دول حاجه اسمها التروبونين. التروبونين ده انزيم طبيعته موجود جوه الخليه. طب انا دلوقتي الخليه اتدمرت وطلعت كل الانزيمات اللي جواها، فانا لما باجي اقيس التروبونين بلاقيه في الدم عالي، فبعرف ان المريض ده فعلا مايوكارديال انفاركشن. دي معلومه كلينيكيه كده نكسر بيها الروتين، والروتين اللي احنا عمالين نتكلم فيه. يبقى كده عرفنا يعني ايه نكروزس، وعرفنا ان النكروزس ده بيحصل ازاي. دلوقتي بقى ندخل في نقطتنا المهمه اللي هو الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر. جروس بيكتشر يعني انا شايفه التغيرات على الاورجان بعيني مجرد. مايكروسكوبيك يعني اجيب الكشف واشوف ايه التغيرات اللي حصلت. بيقول لي اول حاجه ان كروتيك تشو يعني النسيج اللي مات ده ابيرز اوبيك، يعني كانه معتم شويه كده، وايتش يعني ابيض او يلوش. طب ليه؟ فاكرين لما قلت لكم من ضمن الانزيمات اللي بتطلع الفوسفولايبيز اللي بيكسر الفوسفوليبيد اللي في السيل ميمبرين؟ طب الفوسفوليبيد دي عباره ايه؟ عباره عن دهون. طب الدهون لما بتتكسر بيطلع لي فاتي اسيد وجليسرول. الفاتي اسيدز اللي بتطلع دي بتبقى لونها اصفر شويه، فده اللي بيدي النسيج لونه الاصفر المشهور ده. يبقى انا عندي نكروتيك تشو بتبقى اوبيك وايتش او يلوش ان كلر. وزي ما قلت لكم اما بيحصل ليكج للسيلولر كونتنت ده بينشط الجهاز المناعي بتاعي، فبيعمل التهاب انفلاميشن بيحوط المنطقه اللي حصل فيها الموت او الاصابه عشان بيحاول يحجم قدر الامكان من الضرر اللي حصل. فانا لما اجي ابص على النسيج المحيط بالمنطقه دي بلاقيها ايه؟ بلاقيه ريد، بلاقيه محمر نتيجه الانفلاماتوري هايبرينيا، نتيجه الالتهاب اللي حصل فيه. لو انتم مش مستوعبين كلمة التهاب، فتخيلوا كده مثلا حد اتجرح وساب الجرح ده من غير ما يطهره، بنلاقيه بعد فترة احمر كده وساخن وورم، فده بنسميه ايه؟ بنقول ده الجرح التهى. فده بالظبط نفس فكرة الالتهاب. يبقى هنا السراوند اللي تشو حصل فيها انفلاماتوري هايبريميا، فبقى لونها محمر شويه نتيجه ان في منطقه الالتهاب ده بيبقى التغذيه الدمويه عاليه قوي، فده اللي بيديه اللون الاحمر. يبقى تاني الجروس بيكتشر ان كروتيك تشو بيظهر ايه؟ بيظهر اوبيك وايتش او يلوش. السراوند اللي تشو بيبقى ايه؟ بيبقى عباره عن ريد نتيجه الانفلاماتوري هايبريميا اللي حصل. بعد كده الميكروسكوبيك بيكتشر قلنا لكم اهم حاجه بتحصل ان النيوكليس بتتدمر، تمام؟ فهنا هنبدا نعلق على النيوكليير تشينجز الاول، بعد كده ندخل في السيتوبلازميك تشينجز اللي بيحصل في النواه. بيقول ان بدايه النواه دي بتبدا تنكمش على بعضها كده، فبيقول لي اول خطوه بتحصل حاجه اسمها بيكنوزيس. يعني ايه بيكنوزيس؟ يعني النواه انكمشت. فبيقول لي بيكنوزيس النيوكليس شرينكس، شرينكس يعني انكمشت اند ستينز داركلي وذ دنس كروماتين. مش النواه دي اتفقنا اللي بيبقى فيها دي ان ايه الكوندنسد المكثف ده اللي بيبقى في صوره كروماتين؟ فبيقول ان هو الكروماتين ده بيتجمع فوق بعضه كده، فما باجي اصبغه بيمتص الصبغه بنسبه اكبر، فلونه بيبان اغمق من الطبيعي. فبيقول ان هو نيوكليس شرينكس اند ستينز داركلي، يعني الصبغه لون اغمق من الطبيعي وذ دنس كروماتين. تاني خطوه بقى النواه انكمشت، بعد كده بتبدا تتكسر او تتفتت. الخطوه دي بنسميها كاريوريكسس. يبقى كاريوريكسس عباره عن ايه؟ ان النواه اتفتتت. بيقولوا النيوكليس از فراجمنتد، كلمه فراجمنتد يعني اتكسرت او اتفتتت.
يبقى دلوقتي اول حاجه حصل بكنوزيس، يعني النواه انكمشت على بعضها وشربت الصبغه بصوره اكبر، فالكروماتين بتاعها بقى دارك. بعد كده اتفتتت، حصل فيها كاريوريكسس. بعد كده بعد ما اتفتتت بتبدا تتحلل وتدوب، بيحصل فيها حاجه اسمها كاريولايسس. الكاريولايسس اللي بيحصل بيقولوا نيوكليس ديسولفس، يعني بتدوب كده اند فيلز تو بي ستيند نتيجه الكروماتين هيدروليسس. الكروماتين اللي فيها خلاص اتحلت. طب انا لما اجي اصبغه في حاجه اصلا باقيه تمتص الصبغه؟ لا، يعني يبقى تاني النيوكلير تشينجز 3 تغيرات مهمين جدا: بكنوزس، كاريوريكسس، كاريولايسس. بكنوزس يعني الخليه بتنكمش، الخليه بيحصل فيها شرينكس. كاريوريكسس الخليه بتتفتفت او بتتكسر، النيوكليس بتبقى فراجمنتد. كاريولايسس النواه بتدوب وبتتحل، بتبقى ديسولفس واللي بيحصل كروماتين هيدروليسس. ندخل بقى على السيتوبلازميك اتشينجز. زي ما اتفقنا في البدايه، ادي السيل اهي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها سيل سويلنج. السيل سويلنج ده يعني الخليه اتضخمت، فالمصطلح ده بنسميه سايتوميجالي. سايتو يعني خليه، وميجالي يعني تضخم، كلمه سايتوميجالي يعني خليه اتضخمت. بيقول ان السيلز ار سويلن، يعني الخليه بقت منفوخه كده. تاني حاجه بيقول ان السيتوبلازميك ايزينوفيلي. الطبيعي بتاع الخلايا اما باجي اشوفه اما باجي اصبغه بيتسبب باللون الازرق، فبنسميه بيزوفيل. واللي كان بيديله اللون الازرق ده البروتينات اللي كانت بتبقى موجوده في السيتوبلازم اللي بتحب الصبغه الزرقاء. طب دلوقتي انا قلت لكم ان هو الانزيمات طلعت دمرت البروتينات دي اصلا، فبالتالي ما بقاش في حاجه بتحب الصبغه الزرقاء، فبقت تتصبغ بقى باليوسين، فكان بقى يديها اللون الاحمر. يبقى السيتوبلازم حصل فيه ايزينوفيليا، يعني بقى يتصبغ احمر. تالت حاجه بيقولوا ان السيل ميمبرين بيكمز اندستنكت، ما بقاش واضح. طب ليه؟ لان السيل ميمبرين اصلا بدا حصل فيه دامج، تمام، فقد الانتجريتي بتاعته وبدا يتكسر. يبقى انا عندي سيتوبلازم تشينجز 3 خطوات منطقيين: سيتوميجالي الخليه بتبقى سيلز بتبقى سهول ان تتنفخ، بقت السيتوبلازم بقت صبغ باللون الاحمر فده بنسميه سيتوبلازميك ازينوفيليا، والسيل ميمبرين ما بقاش واضح بقى ان ديستنكت. هنطبق في سؤال، ايوه هنطبق الاول على الجزء ده قبل ما ندخل في الانواع بتاع النكروزس. بيقول لي all of the following changes can be seen في النكروتيك سيلز. كل التغيرات دي اقدر اشوفها في عمليه النكروزس ما عدا ايه؟ اول حاجه بيقول لي بكنوزس، دي صح اتفقنا، قلنا اول اصلا اول خطوه في النيوكلير تشينجز بكنوزس، يعني الخليه بتنكمش. لو فاكرين تاني خطوه كانت ايه؟ كانت كاريو ريكسس، تمام، الخليه النواه بتبدا تتكسر. وتالت خطوه كانت الكاريولايسيس، النواه بتبدا تدوب وتتحل. وكانت من ضمن السيتوبلازميك تشينجز كان بيحصل ايه؟ كان بيحصل السيتوميجالي، يعني الخليه بتتدمر. يعني كان بيحصل بكنوزس، كان بيحصل كاريو ريكسس، كان بيحصل كاريولايسيس، وكان بيحصل سيتوميجالي. كان جبنا سيره الميتوزس. الميتوزس ده يعني هو الانقسام الميتوزي. انا بقول لك خليه بتموت تقول لي ميتوزس بتعمل ميتوزس، لا مش منطقي. يبقى اكسبت ايه؟ اكسبت الميتوزس. يبقى كده الحمد لله خلصنا الايه، خلصنا اول جزء اللي هو النكروزس. نراجع عليه سريعا قبل ما ندخل في التايبس بتاعته. قلنا النكروزس ده عبارة عن ايه؟ قلنا ان هو بيبقى morphological changes that follow death of group of cells، التغيرات اللي بتحصل في مجموعة من الخلايا بعد ما ماتت نتيجة اصابة مباشرة موتتها على طول directly، الموضوع بدأ reversible واحدة واحدة الخلايا ما بقتش قادرة تستحمل فماتت مني، او اللي هو بنقول عليها follow reversible. قلنا حصل نتيجة اصابة جديدة severe injury او injury of long duration. الدمج حصل فين؟ حصل في النيوكليوس، وبالتالي حصل cell death. اتكلمنا على الباثوجينيسيس بتاعتها، قلنا ان هو ايه؟ بيحصل ديستراكشن في السيل ميمبرينز ككل، اهمها السيل ميمبرين البلازما ميمبرين، وكمان اللايسوزومز. اللايسوزومز ميمبرين اللي مجرد ما بيحصل فيها ديستراكشن او بتتدمر بتطلع البروتوليتيك انزيم اللي فيها. الكالسيوم بيستغل الفرصه فبيدخل جوه الخليه ينشط مجموعه من الانزيمات. المجموعه من الانزيمات دي هي الفوسفولايبيز، البروتييز، الايتيبيز، والاندونيوكليز. ومن اسم كل واحد فيهم هنعرف هي بتعمل ايه. بعد كده اتكلمنا على الجروس بيكتشر، قلنا ان هو النسيج بيبان ايه؟ بيبقى اوبيك وايتش او يلوش نتيجه نتيجه الليبد اللي اتفتتت واتكسرت فدت له اللون الابيض او المصفر شويه ده. قلنا ان هو النسيج المحيط بيبقى ايه؟ بقى ريد نتيجه الالتهاب اللي حصل عشان يحوط لي الضرر، وكمان كاستجابه مناعيه للليكج اللي حصل من ايه؟ من الكونتنت بتاع السيلز. قلنا مايكروسكوبيك بيكتشر قسمناها لتغيرات بتحصل في النواة وتغيرات بتحصل في السيتوبلازم. التغيرات اللي بتحصل في النواة قلنا بكنوزس، كاريوريكسس، كاريولايسس. بكنوزس الخلية انكمشت، كاريوريكسس الخلية اتكسرت، وكاريولايسس خلاص اتحللت ودابت. بالنسبة للسيتوبلازمك تشينجز قلنا في البداية الخلية هتبقى سيتوميجالي، اتضخمت، بقت تنصبغ احمر، والميمبرين بتاعها مبقاش واضح، بقى اندستنجت.
ندخل بقى في التايبس بتاع النكروز. عندي كام نوع من النكروز؟ عندي 6 انواع. ال6 انواع مهمين، وكل نوع منهم ممكن يجي سؤال، وممكن اصلا كسؤال اساي يقول لك انيميريت تايبس اوف نكروز. لازم تبقى عارف الانواع كويس. اول نوع عندي حاجه اسمها كواجولاتيف نكروز. كلمه كواجولاتيف جايه من كواجوليشن. يعني ايه كواجوليشن؟ يعني بالعربي يعني تجلط. عارف لما عارفين لما بتاخدوا مثلا عينه دم وتسيبوها من غير ما تحطوا عليها مضادات تجلط، فواحده فشويه كده تلاقوا الدم ده بدأ يبقى عباره عن كتل، يعني اشبه لحد ما ان انا حاجه كانت يعني حاجه سايله بدأت تتحول لحاجه شبه صلبه. دي عمليه الكواجوليشن. ومعلومه مهمه برضو، عشان دي هتفسر لنا معنى الكواجولاتيف نكروزس، ان عمليه التجلط بس مش بتحصل في الدم، لا ده بتحصل كمان مع البروتين. اديكم مثال، مثلا لو انتوا هتقلوا بيضه دلوقتي، لو انتوا جعانين وهتقوموا تتعشوا، فالبياض بتاع البيضه سايل، مجرد ما تحطوه على النار بتلاقوه بيض ومسك في بعضه كده. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا ان البروتين كمان، البروتين اللي كان في البياض حصل له كواجوليشن. تاني نوع ليكويفاكتيف نكروزس. يعني ايه ليكويفاكتيف نكروزس؟ ليكويفاكتيف جاي من ليكويد واكتيف، يعني انا بدوب الخليه، بخلي الخليه اشبه بماده سايله كده. بعد كده تالت نوع كازييشن نكروزس. يعني ايه كازييشن نكروزس؟ كلمه كازييشن دي جايه من نوع جبنه شبه الجبنه القريش كده اسمها كازين. فات نكروزس يعني النكروزس اللي بيحصل فيه الفات سيلز، اللي هو مش الخلايا اللي فيها نسبه كبيره من الفات، لا خلايا الفات ذات نفسها اللي هو الاديبوسايتس اللي بتعرفوه. هيموراجيك نكروزس، كلمه هيموراجيك يعني كلمه هيموراج يعني نزيف. هيموراجيك نكروزس يعني الاورجن بيبقى مليان دم فيبان كانه نازف، كانه حصل فيه نزيف. فايبرينويد نكروزس، فايبرين دي ده عامل تجلط مهم بيحصل في الكاسكيد بتاع الكواجوليشن بتاع البلد. لما تدخلوا في مديول الاي بي ال وتيجوا تدرسوا البلد هتاخدوا بالتفصيل ازاي عملية التجلط دي بتتم. فمن عملية التجلط دي بتحتاج كذا عامل، فواحد من ضمن العوامل ده الفايبرين. تمام، فبيقول لي هنا فايبرينويد، كلمة اويد يعني شبيه بالفايبرين، يعني فايبرينويد يعني حاجة شبه الفايبرين بس هي مش فايبرين. تمام، يبقى كده خدنا هنت سريع عنهم. قلنا عندي 6 انواع: كواجلتيف نكروزس، ليكوفاكتيف، وكازييشن، وفات نكروزس، وهيموراجيك، وفايبرينويد. نبدأ بأول نوع اللي هو الكواجلتيف نكروز. أفكركم تاني، قلنا كلمة كواجلتيف جاية من كواجوليشن. الكواجوليشن هنا يعني تجلط، واتفقنا ان التجلط مش شرط يحصل في الدم بس، ده بيحصل عادي مع البروتينز. طب بيقولي الكواجلتيف نكروز ده بيحصل ليه؟ ايه اللي ممكن يسبب لي؟ بيقولي اي اورجن في الدنيا ليه بلاس سبلاي. تمام، ادي مثلا الكدني ورايح لها ارتري، الارتري ده بيبدا يتفرع جواه عشان يغذي كل الخلايا. انا جيت وليكن مثلا الارتري اللي كان بيغذي المنطقه دي قطعته مره واحده، ما بقاش واصل له اي تغذيه دمويه. طالما ما وصلوش اي تغذيه دمويه الخلايا اللي كان بيغذيها هتموت. طب هتموت ازاي بقى؟ بيقول ان هو بدايه النواه هتتدمر، والنواه هتتدمر وبروتينات الخليه هتبدا تتجلط، عشان كده سميناه كواجلاتيف نكروزس. البروتينات اتجلطت، فبالتالي ادي الخليه اهي كانت فيها المكونات بتاعتها ما فيهاش اي مشكله، انا قطعت البلاد سبلاي عنها تغذيه دمويه مره واحده، فالبروتينات اتجلطت فبقت كلها واخده المنظر ده، الخليه ما بقاش باين لها ملامح، عشان كده سميناه كواجلاتيف. فبيقول ان الكواجلاتيف نكروزس ده بيحصل نتيجه ايه؟ سادن كات اوف البلاد سبلاي، يعني انا قطعت التغذيه الدمويه اللي رايحه لنسيج ما مره واحده. فبيقول لي از انفاركشن. يعني ايه انفاركشن؟ يعني نسيج جزء من الاورجن مات نتيجه قطع التغذيه الدمويه عنه، ده مصطلح انفاركشن. طب اي اورجن انا قطعت عنه بلس سبلاي مره واحده يحصل فيه كواجلاتيف نكروزس ده؟ اه يعني لو جاب لك قال لك مثلا رينال انفاركشن، يعني موت حصل في اسمها الرينال، يعني بسم الله الكدني، الكدني اللي هو ايه الكليه، عذرا. يبقى مثلا قطعت البلس سبلاي اللي رايح لجزء من الكليه مره واحده فيحصل فيها كواجلاتيف نكروز، لجزء من الهارت هيحصل فيه كواجلاتيف نكروز، لجزء مثلا من الليفر هيحصل فيه كواجلاتيف نكروز، ما عدا اورجن واحد اللي هو البرين. البرين ده هيحصل فيه نوع تاني من نكروز هنتكلم عنه وقتها. يبقى تاني الكواجلاتيف نكروز ده بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه سادن كات في البلس سبلاي، فبيسبب لي حاجه اسمها انفاركشن، بيحصل في كل الاورجنز ما عدا البرين اللي هو المخ. طب الميكروسكوب، مايكروسكوبيكلي انا اشوف ايه تحت الميكروسكوب؟ لو شايفين، بصوا شايفين الخلايا دي خليه طبيعيه، انتوا قادرين تميزوا النواه، قادرين تميزوا حجم الخليه والسيتوبلازم. طب هنا شايفين الخليه عملت ازاي؟
بقت استراكشرلس ملهاش ملامح زي ما قلت لكم بالظبط. هنا كان في مثلا ميتوكوندريا لايزوم زي سيتوبلازم وي كله حصل له تقلب فالخليه كانها اتمسحت كده. كلمه كانها اتمسحت ما بقاش لها ملامح دي معناها هيموجينوس. استراكشرلس يعني فقدت كل الصفات اللي فيها وبقت بنك. يبقى احنا لما نيجي نوصفها هنقول هيموجينوس كانها ممسوحه كده، استراكشرلس ملهاش اي ملامح وبنك لونها بقى بنك. مش هنترجم دي. يبقى تاني الكواجلاتيف نكروزس حصل ليه؟ حصل نتيجة سادن كت في البلاد سبلاي. انا عارفة ان احنا طولنا فيه بس مهم، وكل نوع من انواع النكروزس بيجي فيها سؤال. سادن كت في البلاد سبلاي فسبب لي ايه؟ سبب لي انفاركشن في الاورجن ده. انفاركشن يعني حصل موت لجزء من الاورجن نتيجة ان انا قطعت عنه الغذاء الدموية مرة واحدة. ندخل في تاني نوع اللي هو الليكوفاكتيف نكروزس. الليكوفاكتيف زي ما قلت لكم في البداية ان هو كأني بدوب الخلايا بحولها لسائل. طب لو تفتكروا انا كنت لسه قايله لكم في الكواجلاتيف نيكروزس انه بيحصل نتيجه ان انا قطعت البلاد سبلاي مره واحده، وبيحصل في كل الاورجنز ما عدا اورجن واحد اللي هو الايه اللي هو البرين. طب اشمعنى البرين؟ بيقول ان هو البرين والسباينال كورد اللي هو المخ والعمود الفقري النسيج بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن نيرفس تيشو، نسيج عصبي. الخلايا العصبيه دي بتبقى محاطه بحاجه، يعني مثلا دي خليه عصبيه اهو، دي الخلية العصبية اهو، وده البادي بتاعها بيبقى ليها تفرعات كده كتير. فالأكسون هو المحور بتاعها ده اسمه بنسميه أكسون، بيبقى محاط بشيز غلاف كده، بيبقى عبارة عن بيبقى معظمه ليبد، بيبقى معظمه دهون. طب والدهون أكثر قابلية ان هي تتجلط ولا ان هي تدوب؟ احنا لو جبنا حتة سمنة دلوقتي وحطيناها على النار هتدوب ولا هتتجلط زي البيضة؟ لا هتدوب. وبالتالي الليكوفاكتيف نكروزس بيحصل في الخلايا اللي بيبقى فيها هاي ليبيد كونتنت، بيبقى فيها نسبة عالية من الدهون او هاي فلويد كونتنت او نسبة عالية من المية. وده والصفات دي بتتوفر فين؟ بتتوفر في النيرفس تيشو، النسيج العصبي المكون للبرين والسباينال كورد. وبالتالي الليكوفاكتيف نكروزس بيحصل في البرين والسباينال كورد. الانفاركشن في البرين والسباينال كورد، انفاركشن يعني جزء مات نتيجة ان انا قطعت التغذية الدموية عنه مرة واحدة. فبيقول لي سوفتنج، الخليه بتطرى وتبدا تطرى كده والليكوفاكشن وتدوب نتيجه الهاي ليبت والفلويد كونتاكت والفلويد كونتنت بتاع النيرفس ستيشن. شايفين هنا النسيج عامل ازاي؟ شايفين انتوا لو جيتوا مسكتوه مثلا لو امكن ليكوا تمسكوه هتلاقوه ان هو زي ما يكون حاجه سايله في ايديكوا كده. تاني حاجه بيحصل فيها عمليه الليكوفاكتيف نكروزس حاجه اسمها بايوجينيك ابسس. يعني ايه بايوجينيك ابسس؟ يعني خراج اللي بيبقى معبي صديد. طب الخراج اللي معبي صديد ده بيحصل ازاي اصلا؟ هناخد هنت سريع عنه لحد ما تاخدوه بالتفصيل في محاضرات الانفلاميشن. ولنفترض مثلا ان ده سكن، تمام، جدا حصل فيه اصابه، حصل فيه جرح، الجرح ده احنا متاخرناهوش فالبكتيريا استغلت الفرصه وجت قاعده تاني. فدلوقتي هي عملت انفكشن، اصابه الخليه دي. طب هل الخليه تفضل تتفرج ولا تطلب مساعده من الجهاز المناعي؟ هتطلب مساعده. بيقول ان الخليه اللي اتصابت بالبكتيريا دي بعتت حاجه للجهاز المناعي اسمها سيتوكاينز. السيتوكاينز دي هتروح تنادي على الوايت بي سيز، خلايا الدم البيض، اللي من ضمنها خلايا اسمها نيوتروفيل. النيوتروفيل دي لما بتوصل بتبدا تطلع بروتليتك انزيم تكسر البكتيريا بالنسيج بتاعها كمان، وتبدا تحللهم كده زي ما حصل بالظبط في البرينوس بانكورد. بدات تحللهم، بدات تحولهم لماده اشبه بماده سائله. مش بس كده، النيوتروفيل دي كمان بتموت وبتبقى جزء من المعركه اللي حصلت هنا. ولما النيوتروفيل دي بتموت بنسميها بصل. يبقى تاني البيوجينيك ابسس قلنا ان هو الخراج اللي بيبقى فيه صديد، بيقولنا بيبقى عباره عن سنترال نيكروتيك كور. سنترال نيكروتيك كور يعني قلب الخراج او الصديد ده بيبقى ميت، خليه ميته ببكتيريا ميته بنيوتروفيلز كمان ميته، وده كله بيبدا يدوب ويتحرق. والجسم كاستجابه برضو بيبدا يحوطه حاجه اسمها فايبروستيشن، نسيج ليفي كده، عشان يمنع ان العدوى دي تنتشر للانسجه السليمه. فبيقول ان بيبقى ليكو فايد باي بروتليتك انزيم، تمام، يعني بيدوب نتيجه البروتليتك انزيم اللي كانت بتطلع من النيوتروفيز ليز فروم البصل. كلمه بصل دي يعني نيوتروفيل بس بعد ما النيوتروفيلا ماتت. يبقى ليكو فاكتيف نيكروزس كلمه السر فيها ان ايه؟ ان الخلايا بتدوب. هنا نفس الكلام اهو، لو جينا ده شكل بايوجينيك ابسس، يعني ده الجزء اللي مات من الخلايا والجسم بدأ يحوطه بفايبرس تيشو عشان يمنع ان البكتيريا دي او الالتهاب ده يحصل في الايه في الانسجة السليمة اللي حواليه. عندي تالت نوع بقى اللي هو كازييشن نيكروزس. قلنا كلمة كازييشن دي جاي من نوع جبنة اسمه كازين. طب ليه سميناه كده؟ هقول لكم دلوقتي.
بيقولي الكازيشن نكروزز ده بيحصل بصورة أساسية نتيجة 2 بكتيريتين كده رخمين، يعني هما صحيح بكتيريا ضعيفة بس الجسم اللي بيأفور في استجابته المناعية ضدهم، فزي ما نقول كده الجسم بيعمل من حبة قبة. طب ايه الـ2 بكتيريا دول؟ حاجة اسمها تي بي، التي بي دي اللي هي المسؤولة عن السل أو الدرن، أكيد سمعت عنها في المايكرو. وتاني بكتيريا اسمها التي باليدم اللي هي بتسبب مرض مهم اسمه سيفلس اللي هو الزهري. البكتيريتين دول مش أقوياء بس مقاومتهم عالية، وبالتالي استجابة الجسم بتبقى مقفرة زي ما قلت لكم، مقفرة ضدهم، فمش هي اللي بتدمر النسيج على قد ما الاستجابة المناعية للجسم هي اللي بتسبب الضرر الأكبر. طب دي دلوقتي بكتيريا هتعرض الانتيجين بتاعها، الجسم هيبدأ يكون انتي بودي ضدها ويحصل انتيجين انتي بودي رياكشن، هينشط الاستجابة المناعية العالية دي. اما نشط الاستجابة المناعية العالية دي بدأ يحصل في المكان اللي فيه الإصابة ليكويفاكشن بس بسيط، يعني بدأوا يحللوا الجزء ده بس ببطء قوي، ويعتبر تحلل إلى حد ما جزئي، لأن النسيج ده ولا ينفع يحصل فيه كواجيليشن الكواجيلاتيف نكروزس ولا يحصل فيه ليكويفاكتيف، هو زي ما تكون حاجة بين البنين. فبيقول ان هو الكازيشن نكروزس ده بيبقى نكروزس فولود باي ايه سلو بارشيال عذرا فولود باي ايه سلو بارشيال ليكويفاكشن، يعني عملية الليكويفاكشن اللي حصل بتتم ببطء جدا وبيبقى جزئي شوية، لان النسيج زي ما قلتلكوا بين البنين. بيحصل نتيجة ايه؟ نتيجة انتيجين انتي بودي رياكشن، وبيحصل مع بكتيريتين رخمين اللي هو التيبركلس ليجن، تمام، اللي هي الليجن اللي بتنتج بعد الإصابة بمرض التي بي اللي هو السل أو الدرن، والجاما أوف سيفلس. ايه الجاما أوف سيفلس ده؟ السيفلس ده مرض الزهري، ده مرض بينتقل جنسيا. مرض الزهري ده بيمر بـ3 مراحل، برايمري ستيج، حاجة اسمها بنسميها برايمري وسكندري وتيرشري، كل ستيج منهم بتتميز بسكين ليجن مميزة ليه. السكن ليجن المميزة ليه اللي تشهر ستيج منه، المرحلة الثالثة منه، هي حاجة اسمها الجاما. الجاما دي بتبقى مدمرة جدا، يعني لدرجة ان هي بتاكل البون، يعني شايفين جت هنا مثلا في البون سكال، كلت العظم بتاع الجمجمة، وانا شايف بقيت شايفة البرين منه اهو. بتيجي مثلا في الهارد بلات، الهارد بلات دي اللي هي اللي هو سقف اللي ما بين النوز والماوس، بتيجي تاكلها فتفتح لي النوز على الماوس، يعني فهي فعلا مدمرة. بس يعني من رحمة ربنا بينا ان علاج السيفلس ده دلوقتي بقى بسيط جدا، هو بيبقى عبارة عن جرعة واحدة من نوع معين من البنسلين، يعني مش هندخل في تفاصيل قوي. طب دلوقتي بقى هنعرف يعني ايه اللي سميناه كازيشن نكروزس او كازين. فاكرين انا قلت لكم الليكويفاكشن اللي بيحصل بيبقى سلو وبارشل، بيبقى ايه يعني ما وصلش لمرحلة الليكويفاكشن ولا هو وصل لمرحلة الكواجيليشن. فبيقول ان هو بيكون لي ماده كده كازيتنج ماتيريال، ماده شبه الجبنه القريش، عشان كده سميناه كازيشن نكروزس. بيقول ان هي بتبقى دراي، بتبقى ناشفه شويه، بتبقى بيل، يعني بتبقى لونها باهته اهي، بيبقى لونها بيل يلو، بيبقى لونه باهت شويه كده. بيقول ان هو ملمسها شبه الجبنه الكريمي او نوع من انواع الجبنه اللي هو الكازين، عشان كده سميناه كازيس نكروزس. طب مايكروسكوبيكلي نفس الكلام اللي شفناه في الكواجيليشن، الخلايا ملهاش ملامح، ادي ده الجزء اللي حصل فيه اهو، خليه ملهاش ملامح، كانها ممسوحه، بتبقى هيموجينس ستراكشرلس، ولونها ايه؟ ولونها بينك. فبيقولي نفس الكلام اللي بيحصل، السيلولار ديتيلز تفاصيل الخليه بقت مفقوده، لان ما بقاش في خليه اصلا، انزا تيشو ابيرز بينك، بقى لونه وردي ستراكشرلس، يعني ما بقاش باين له اي ملامح. هيموجينس ممكن يبقى في بعض الحالات في شويه جرانيولز اللي هي يعني شكل ما تكون حويصلات صغيرة. يبقى انا عندي تاني كروسلي سميناه كازيشن نكروزس ليه؟ لانه بيبقى عبارة عن مادة شبه الجبنة الكريمي كده، كازيتنج ماتيريال، بتبقى دراي وبتبقى بيل يلو، بتبقى شبه ملمسها شبه الجبنة كريم تشيز او كازين. مايكروسكوبيكلي قلنا نفس الكلام، قلنا ان هو الخلايا بتبقى هيموجينس، بتبقى ستراكشرلس، وبتبقى بينك، والسيلولار ديتيلز كل التفاصيل اللي في الخلية مبتبقاش واضحة. يبقى كده اتكلمنا على الكواجلاتيف نكروزس، اتكلمنا على الليكوفاكتيف نكروزس، اتكلمنا على الكازيشن او الكازيس نكروز. ندخل في النوع الرابع اللي هو الفات. قبل ما ندخل في الفات نكروزس، انا عايزه اقول لكم ان الفات بيبقى فين. الفات ممكن يبقى موجود سوبرفيشال، يعني ظاهري على الجلد، زي اللي موجود زي طبقه الدهون اللي بتبقى موجوده تحت الجلد اللي بنسميها السبكوتينيوس فات، او الفات اللي بيبقى موجود في البريست اللي هو الثدي. في نوع تاني من الفات بقى بيبقى موجود في الابدومين، تمام، في منطقه البطن كده.
بنسميه اومنتوم. اومنتوم يعني بيبقى زي منديل كده. المنديل ده عبارة عن فان بيحوط الاورجنز اللي موجودة في منطقة البطن، اللي هو البنكرياس والكبد والامعاء وده كله. طب بيقولي ان هو الفات بقى، هندخل في موضوعنا. الفات هو نوعين، حاجة اسمها انزيماتيك فات نكروزس وحاجة اسمها تروماتيك. انزيماتيك فات نكروزس من اسمها حصلت نتيجة انزيمات، يعني معناه ان انزيمات خرجت وبدأت تفتت الدهون دي وتموتها، تفتت خلايا الدهون دي وتموت. طب الانزيمات دي خرجت منين؟ بيقولي مثلا انتوا عارفين البنكرياس، البنكرياس ده لو فاكرين في ثانوية كنا بنعتبره ميكسد جلاند، كانت غدة مشتركة لأنها كانت بتفرز الأنسولين، كان في جزء منها جزء غدة صماء بيفرز الأنسولين في الدم، وكان في جزء تاني بيبقى ليه قنوات بيمشي فيها الإنزيمات الهاضمة اللي هو أهمها اللايبيز. طب دلوقتي بيقولي إن هو البنكرياس ده اتعرض لالتهاب، التهاب شديد بنسميه acute hemorrhagic necrosis. كلمة acute hemorrhagic pancreatitis، كلمة itis مع أي أورجن معناها التهاب، pancreatitis يعني التهاب في البنكرياس، و acute يعني حاد يعني بدأ مرة واحدة، وكلمة هيموراجيك يعني هيموراجيك دي يعني نزيف. طب ايه اللي جاب الاكيوت، يعني ايه بقى كلمة اكيوت هيموراجيك بنكرياتيتس على بعضها؟ بيقول ان هو لما البنكرياس بيلتهب بالطريقة دي بيبقى الالتهاب عنيف قوي لدرجة ان هو بيدمر لي الخلايا، بيدمر لي البلود فيسلز كمان اللي هي الاوعية الدموية، فده اللي بيخلي باين كأنه في نزيف، وكمان بيدمر لي الليمف فيسلز، وكمان بيدمر القنوات اللي اللايبيز بيمشي فيها. طب دلوقتي انا دمرت القنوات دي فاللايبيز طلع بره، طب اللايبيز ده اصلا مش كن في عملية الهضم بيقوم بهضم الدهون؟ طب هو البنكرياس اصلا محاط بكل دهون، يعني لقى الحاجة اللي هو بيشتغلها فليه ما يشتغلش عليها؟ فبيبدأ يشتغل عليها ويبدأ يفتت الدهون دي يرجعها لمكوناتها الأولية اللي هو ايه، اللي هو الجليسترول والفاتي اسيد. الجليسترول ده الدم بيمتصه، الفاتي اسيد بيفضل مكانه. طب هيفضل مكانه ساكت كده؟ لا، مجرد ما الكالسيوم يلمح فاتي اسيد في مكان يروح يمسك فيه. يبقى تعالوا نقرا الكلام. بيقول ان هو الانزيماتيك فات نكروزس دي بتحصل في ايه، في الاكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس. وعرفنا يعني ايه اكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس، يعني التهاب حاد حصل في البنكرياس، الالتهاب ده بيدمر كل حاجه من ضمنهم الدكتس القنوات اللي كان انزيم اللايبيز بيمشي فيها، فبالتالي هو هرب بره ولقى فات، فلقى الحاجه اللي بيشتغل عليها فمسكتش. فبيقول ان هو ذا انزيم لايبيز اسكيبز فروم ذا رابشرد بنكرياتيك دكت، القنوات البنكرياسية اللي كان بيمشي فيها اللايبيز حصل لها رابشر نتيجة الالتهاب الشديد ده، فاللايبيز مصدق وهرب منها اند دايجستس السراوندنج فات، وبدأ يهضم في الدهون اللي حوالين البنكرياس، حولها لايه، للجليسرول وفاتي اسيد. الجليسرول قلنا ان هو بيعمل ايه، الدم بيمتص، فالجليسرول از ابزوربد ان ذا بلاد، بينما الفاتي اسيد بتفضل في مكانها والكالسيوم يجي يترسب عليه. عند فاتي اسيد ديبوزيت يعني بتترسب، وزن الكالسيوم مع الكالسيوم بيدينا سمول دال وبيك وايت باتشز. مش الكالسيوم ده لونه ابيض؟ اما يمسك في الفات هيبقى لونه ايه، بيقول انه بيبقى لونه ابيض معتم كده، باتشز يعني حتت متفرقه كده. يبقى تاني، اول نوع من فات نكروزس اللي هو الانزيماتيك فات نكروزس بيحصل ايه، بيحصل في الاكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس، انزيم اللايبيز بيهرب بيبدا يعمل دايجست للفات اللي حوالين البنكرياس، بيحوله الجليسرول فاتي اسيد، الجليسرول بيبقى ابزوربد باي ذا بلود، بينما الفاتي اسيد بيبقى ديبوزيت مع الكالسيوم ويديني سمول دال واي اوبيك واي باتشز. تاني نوع بقى من الفات نكروزس اللي هو حاجه اسمها طب قبل ما نشوف النوع التاني نشوف الميكروسكوب. بيقول ان هو الافكت سيلز ابيرز كلاودي، كلاودي يعني شبه السحاب. شايفين الخلايا فاضيه ازاي، يعني دي اصلا كانت كلها عباره عن دهون، تمام، والخلايا والدهون اللي فيها اتكسرت فالخليه بقت فاضيه. سراوندنج باي فورين بودي جوينت سيل رياكشن، الخليه دي مش مكانها الطبيعي، وزي ما قلت لكم اصلا هي حصلت نتيجه التهاب شديد، فالجوينت سيل رياكشن ده نتيجه الالتهاب اللي كان حاصل، والفايبروزس ده نسيج ليفي بيجي يحوطها عشان الالتهاب ده ما ينتشرش للاماكن الطبيعيه اللي حواليها، زي ما اتفقنا قبل كده في البيوجينيك ابسس لو فاكرين، انه هو الجسم بيعمل التهاب ويجي يحوط المنطقه المصابه عشان الاصابه دي ما تنتشرش المناطق السليمه. تاني نوع بقى من الفات نكروزس اللي هو تروماتيك فات نكروزس. يعني ايه تروماتيك فات نكروزس؟ يعني الخليه اتعرضت لخبطه شديده. طب ايه الفات اللي هيتعرض لخبطات؟ طبيعي الفات اللي هو سوبرفيشال اللي هو قريب، زي السبكوتينيوس فات، تمام، اللي هو طبقه الدهون اللي بتبقى تحت الجلد على طول، والبريست. فبيقول ان هو ات اوكيرز از ا ريزلت اوف تروما، نتيجه خبطه شديده للاديبوس تيشو، الخلايا المخزنه للدهون اللي بتبقى موجوده في البريست والسبكوتينيوس فات. يعني مثلا دلوقتي ادي دي خلايا، دي خلايا فات اهو في السبكوتينيوس فات مثلا او في البريست ايا كان،
وحصل عليها خبطة شديدة جدا، فالخلايا دي بدأت تفتح على بعضها كده، وبدأ الفات اللي فيها يطلع. تمام، فكده الخلايا دي اتدمرت وحصل فيها نكروز. وطالما الفات اللي فيها طلع بيبدأ يتحلل برضو نفس الكلام، اللي فاتي اسيد وجليسرول، ويجي الكالسيوم يترسب على الفات ويديني نفس السمول باتشز، السمول اوبيك وايت باتشز. اخر نوعين بقى الهيموراجيك نكروزس. الهيموراجيك نكروزس ده مش في الداتا بس موجود في الكتاب، يعني ممكن تعرفوه عشان لو جه فيه سؤال او كده. زي ما اتفقنا ان اي اورجن بيبقى رايح له تغذيه دمويه من خلال الارتري، بعد كده بعد ما بتوصله التغذيه الدمويه اللي بيبقى فيها النيوترينت والاكسجين، النسيج بياخد احتياجه، بعد كده يطلع من الناحيه التانية في خلال الفين اللي هو الوريد. طب دلوقتي الوريد ده حصل فيه obstruction، اتسد والدم عمال يجي من الارتري، الاورجن هيبقى عامل ازاي؟ الاورجن هيبقى مليان دم كده، فده اللي بنسميه الهيموراجيك نكروز. بيقول لي نوع بيحصل لما بيحصل بلوكج في الفينوس درينج. اخر نوع بقى اللي هو الفايبرينويد نكروزز. زي ما اتفقنا الفايبرين ده اصلا عامل من عوامل التجلط، وقلنا اويد يعني شبيه، بيقول لنا فايبرينويد نكروزز يعني شبيه الفايبرين. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ده عندي بلود فيسل، وعاء دموي. بيقول ان هو الوعاء الدموي ده الجدار بتاعه اتعرض لنوع من الالتهاب بنسميه فاسكولايتس. فاسكولايتس ده التهاب حصل في الوعاء الدموي نتيجة مشكلة في المناعة. فالالتهاب لما حصل ده دمر لي اللايرز اللي بتاعته، يعني الوعاء الدموي او جدار الوعاء الدموي ده بيبقى اكتر من لاير. جه الالتهاب ده دمرها لي، تمام، ساب لي ما بين كل لاير والتانية فراغات كده. ونفس الكلام بيحصل في الهايبر تنشن، الضغط العالي بيبقى فيه ضغط شديد على الوعاء الدموي فبيسبب اصابه برضو في الجدار. فسواء نتيجه فاسكولايتس، سواء انفلاميشن في الوعاء الدموي، او نتيجه الهايبر تنشن، البروتينات اللي ماشيه في الدم بتستغل الفرصه وتيجي تترسب ما بين الطبقات دي. فما بتيجي تترسب ما بين الطبقات دي بتسبب لي حاجه اسمها فايبرينويد نيكروز. بيقول نوع الفايبرين ده بيبقى ديبوزيت، ديبوزيت يعني اترسب في الدامجد نيكروتيك فيسل وول، في الوعاء في جدار الوعاء الدموي اللي كان متضمن اهو. ده جايب لك صوره للترسيب بتاع ده، المفروض وعاء دموي، الوعاء الدموي ده جداره اتدمر، فالفايبرين بدأ يترسب ايه في الجدار بتاعه. يبقى تاني اتكلمنا عن كام نوع؟ اتكلمنا عن 6 انواع. قلنا ان هو كواجلاتيف نكروزس، ده بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا عملت سادن قتل بلس بلاد، قطعت التغذيه الدمويه الواصله للاورجن مره واحده، فالنواه اتدمرت، البروتينات اللي موجوده في الخليه حصل فيها كواجليشن اتجلطت، فده اللي اداني شكل الكواجلاتيف نكروزس. وصفنا شكل الخليه فيه، قلنا ان هي بتبقى هيموجينس، بتبقى ستراكشرلس وبينك. دخلنا وقلنا بيحصل في كل في اي اورجن قطعت عنه البلاد سبلاي ما عدا البرين والسباينال كورد. قلنا ليه ما عدا البرين والسباينال كورد؟ قلنا لان بيتميزوا بهاي ليبيد وفات كونتنت، فالليبيد وهاي ليبيد وفلويد كونتنت، فهم عرضه ان هم يدوبوا اكتر من كونهم عرضه ان هم يتجلطوا. قلنا ده بيحصل في البرين والسباينال كورد لانهم عباره عن نيرفس تيشو. قلنا برضو بيحصل في حاجه اسمها بايوجينيك ابسس، اللي هو الخراج اللي بيبقى معبي صديد نتيجه الانفلاميشن الشديد اللي حصل، فدمر لي الجزء المصاب بالنسيج اللي كان مصاب كمان، يعني مش دمر لي البكتيريا بس، دمر لي البكتيريا بالنسيج اللي فيها بالاضافه للنيتروفيل اللي ماتت وتحولت لبصل. بعد كده دخلنا في 3 نوع كازيشن نكروزس. قلنا كلمه كازيشن دي جايه من نوع جبنه اسمه الكازين، ده نوع بين البنين، ولا هو كواجلاتيف ولا هو ليكوفاكتيف، بيحصل نتيجة انجين انتيبادي رياكشن، بيحصل في 2 بكتيريا مهمين او مع 2 بكتيريا مهمين، اللي هو التيبركلس ليجن، اللي هي المناطق اللي بتبقى ناتجة نتيجة الاصابة بمرض السل او الدرن نتيجة عرضتها للبكتيريا اللي اسمها تي بي او الجاما او سيفلس. ودي مرحلة من ال ودي ال اظن الجاما دي هو السكين ليجن المميزة للمرحلة الثالثة من السيفلس. بعد كده اتكلمنا على شكلها، قلنا ان هي بتبقى شبه الجبنه، بتبقى شكلها بيل يلو اصفر باهت كده، بتبقى كريمي تشيزي او شبه جبنه الكازين. مايكروسكوبيكلي نفس الكلام، قلنا ان هو الخليه بتبقى بينك، بتبقى ستراكشرلس، وبتبقى ايه، بتبقى هيموجينس. دخلنا في الفات نكروزس، قلنا ان اما نوعين، عندي نوع انزيماتيك فات نكروزس او تروماتيك. انزيماتيك قلنا ان هو بيحصل في حياه التهاب البنكرياس، لان الدكتس اللي بيبقى ماشي فيها اللايبيز بيحصل فيها رابشر بتتدمر، فاللايبيز ده بيطلع بيهضم الدهون اللي حوالين البنكرياس بيحولها جليسرول وفاتي اسيد، الجليسرول ده بيمتص بينما الفاتي اسيد بيترسب مع الكالسيوم ويديني سمول دال اوبيك وايت باتشز. الميكروسكوبيكلي الخلايا بتبان كلاودي لانها خلاص يعني الفات اللي فيها اتحلل بفعل الانزيمات، فالخلايا بقت فاضيه.
وبتبقى محاطة بجوينت سري اكشن، يعني التهاب شديد، وفيبروزس عشان يحوط الجزء اللي ضمه. فيبروزس ده اللي هو تليف. بعد كده تروماتيك فات نكروزس، قلنا ان هو بيحصل نتيجة تروما، خبطة شديدة للسبكوتينيوس فات، النسيج اللي بيبقى موجود تحت الجلد، او الفات اللي بيبقى موجود في البريست تيشو. قلنا ان هو الهيموراجيك نكروزس، انا عملت بلوكج يعني قفلت الفينوس درينج، فالبلط بدأ يتراكم عندي في جوه الاورجن. بعد كده الفايبرينويد نكروزس، قلنا انها بتبقى مادة شبه الفايبرين، بتستغل فرصة ان الجدار الوعاء الدموي اللي حصل فيه مشاكل، حصل فيه دامج، زي حالات الفاسكولايتس اللي هو الانفلاميشن اللي بيحصل في الجدار، او الهايبرتنشن الضغط العالي اللي بيأثر برضو على جدار، على جدر الاوعيه الدمويه. فالفايبرين ده بيبدا الفايبرين لايك ماتيريال دي بتبدا تترصف، وبيديني الشكل اللي احنا شفناه في الصوره. طب دلوقتي بقى النسيج حصل فيه نكروزس ومات، تمام؟ هل الجزء اللي مات ده هيفضل ميت وخلاص زي ما هو، ولا الجسم يبدا يتعامل معاه ازاي بقى؟ بيقول لي على حسب. يعني مثلا هي لو سمول اريا اوف نكروزس، يعني منطقه صغيره اللي ماتت، فالبارت من النكروتيك تيشو از ريموفد باي الماكروفاج. الماكروفاج لو بتعرفوا دي الخليه اللي كانت بتيجي تنظف، تشوف اي يعني الجهاز المناعي يقوم بعملته وينظف، يقوم بعملته ويموت الميكروبس او البكتيريا او ايا كان الانفيجن مكان السايت اوف انجري، ايا كانت الانجري اللي حصلت، تيجي الماكروفاج دي بقى تنظف بعده. فبيقولي ان هو النكروتيك تيشو از ريموفد باي الماكروفاج، جزء منه الماكروفاج تيجي تاكله كده وتتخلص منه. بيقولي ان هو اللي فاضل الليمف نود ياخده، يحصل له درينج فيه الليمف نود ويتخلص منه. يبقى انا عندي لو كانت سمول اريا الماكروفاج هتاخد جزء، والجزء اللي فاضل هيحصل له درينج باي الليمف والفينز، تمام؟ بعد كده ان هو هيلينج كيرز باي ريجنريشن، يعني ايه؟ في انسجه عندها القدره ان هي تتجدد من جديد، تتجدد وتكون نسيج من نفس نوع النسيج اللي كان موجود. فبيقول كلمه ريجنريشن ده يعني اعاده تصنيع او اعاده خلق. وفي اورجانز تانية لا خلاص هي ما بتعرفش تتجدد. فايه اللي بيحصل؟ بيقول جرانيوليشن تيشو اللي هو نسيج ليفي بيبدا يتكون في المنطقه اللي كان حاصل فيها النكروزس ده، فبالتالي بيبقى الى حد ما فيها تشوه. يعني يبقى اتفقنا لو كانت سمول اريا الماكروفاج بتيجي تاكل جزء، والجزء التاني الليمفاتيك بيعمل الليمف بيعمل له درينج او البينز، وبعد كده بيبدا يحصل هيلينج. هيلينج يعني خلاص بيبدا يخف. يعني لو كان الاورجن اللي حصل فيه النكروزس ده عنده القدره على التجدد، فيقدر يصنع مكان الجزء اللي مات نسيج جديد من نفس نوع الاورجن، ما يبقاش فيه اي مشاكل. لو كان من الاورجنز اللي ما بتعملش ريجينريشن، يبقى عندي هيكون لي ايه، هيكون لي نسيج ليه في مكان الموت اللي حصل. فبيقول ان هو سمول اريا اوف نكروزس بارت اوف نكريتيك تيشو بتبقى ريموفد باي ايه، باي الماكروفاج، والريست بيبقى دريند باي اما الليمفاتيك لا اما البينز. بعد كده ان هو الهيلينج، يعني عمليه الشفاء بتتم ازاي، باي ريجينريشن عمليه تجدد، يعني المنطقه اللي ماتت ده الاورجان بيبدا يجددها من تاني، اوربر باي جرانيوليشن تيشو فورميشن فولود باي فايبروزس، يعني عمليه التلاعب. هتاخدوا الجرانيوليشن تيشو دي في محاضرات الانفلاميشن بالتفصيل، هتعرفوا ان بعض الاورجان زي ما قلت لكم ما عندهاش القدره ان هي تكون نسيج من نفس النوع، فيبدأ يترسب، يبدأ تتكون أوعية دموية في الجديدة في المنطقة دي، وتبدأ ترسب المواد اللي فيها. بعد كده المواد دي يحصل لها تليف، فيكون لي تليف مكان المنطقة اللي ماتت. تاني حاجة لو كانت large area of necrosis، لو كانت منطقة كبيرة بقى surrounded by fibrous capsule، نفس الكلام بيقول ان هو ادي دي، وليكن مثلا الصورة بتاع الكيني اللي كنا جايبينها كان فيها جزء كده مات، فبيقول ان هو ده بنحوطه بفايبرس كبسول، يعني نسيج ليفي كده قدميه شو ديستروفيك، وبعد كده ممكن يبدأ يترصب عليها كالسيوم. الكالسيوم بيحب جدا الأنسجة الميتة، مجرد ما يلاقي نسيج ميت في أي مكان يجي يترصب فوق. تالت نوع جانجرين، ده هو النسيج مات مش بس كده، ده اتعفن كمان. ولو وصلنا لمرحلة الجانجرين ده لازم نعمل بتر أو نشيل الجزء ده. فبيقولي ماسيف نكروزيس، يعني حصل يعني موت بقى في مساحة كبيرة من التشو، أو موت لكمية كبيرة من الأنسجة، مش بس كده سوبر ادد بيوتريفاكشن، يعني بدأ يحصل تعفن فيها. يعني شايفين الرجل دي النسيج ده كان مات وبدأ يحصل فيه بيوتريفاكشن كمان، فاحنا هنضطر يعني نعمل بتر للجزء ده، عشان البيوتريفاكشن بعد كده بينتقل للجزء السليم ويدمر للجزء اللي كان موجود. يبقى انا عندي الفيت اوف نكروزس، لو كانت سمول اريا الماكروفاج والليمف فيسلز هتقوم بالواجب، لو كانت لارج اريا هبدا احوطها بفايبرس كبسول، لو كانت جانجرين فهضطر اعمل لها ايه، امبيوتيشن يعني بتر. سؤال بيقول لي ان هو الرينال انفاركشن ده كان بيحصل فين،
صح، بيحصل فيه الكواجليتيف نكروزس. قلت لكم كلمه انفاركشن يعني سادن كات اوف بلاد سبلاي، بيحصل مع كل الاورجنز ما عدا ايه، ما عدا البرين. البرين كان بيحصل فيه ايه، كان بيحصل فيه ليكويفاكتيف نكروز. بيقول لي which of the following condition is characterized by liquefactive necrosis، نفس السؤال اللي كنا بنقوله دلوقتي، قلنا بيحصل في البرين وبيحصل في السباينال كورد. بيقول لي هل بيحصل مع اللنج، اللنج يعني الرئة؟ لا. البلمونري تيبركلوزيس يعني الدرن او السل اللي بيحصل فيه اللنج، لا طبعا. قلنا التيبركلوزيس ده نوع ايه، نوع كازيشن. قلت في زئبق طبيعي، لا الاثنين دول غلط. سيريبرال انفاركشن، انا عندي البرين ده بيتكون من كذا جزء، تمام، اللي هو بيتكون من الفصين اللي هو الجبهيين دول بنسميهم سيريبروم، تمام. فالسيريبرال انفاركشن ده جزء من البرين، يعني حصل فيه انفاركشن يعني حصل فيه ليكويفاكتيف نكروزس، يبقى الاجابه بي. كده خلصنا النكروزس وخلصنا التايبس بتاع النكروزس، هنبدأ بقى في الايه، في الابيبتوزس. الابيبتوزس يعني اصغر واسهل كتير، ان شاء الله مش هنطول فيه. قبل ما نقرأ الكلام اللي مكتوب في الابيبتوزس، عايزه احكي لكم حكايته سريعا كده وبيبدأ ازاي. بيقول ان هو بداية كلمة ابيبتوز زي ما اتفقنا الخلية بتنتحر. طب هي الخلية بتنتحر ليه؟ بيقول ممكن ده يبقى نتيجة فسيولوجي، حاجة طبيعية في الجسم، ممكن يبقى نتيجة باثولوجي. طب ان هي نتيجة تعرضت لانجري، طب ايه الانجري اللي تخلي الخلية تنتحر ما تقتلش الخلية؟ بيقولي مثلا زي الراديشن، زي الاشعاع، او زي السيتوتوكسيك دراج، او بعض الفيروسات. سواء اشعاع، سيتوتوكسيك دراج، بعض الفيروسات دي بتأثر على النواة بصورة مباشرة. وانا عندي في النواة عيلة كده من الجينات اسمها BCL2 family gene. العيلة من الجينات دي طول ما هي موجودة وشغالة بتحافظ لي ان الميتوكوندريا وجدار الميتوكوندريا الممبرين يبقى سليم. طب ايه المشكلة يعني اما جدار الميتوكوندريا يرابشر، تمام؟ بيقول الميتوكوندريا دي فيها مركب مهم اسمه سيتوكروم سي. فانا دلوقتي لو البي سي ال 2 جين العيلة دي اتعطلت، خلاص انا ما بقتش قادرة احافظ على الميتوكوندريا الممبرين سليم، فالسيتوكروم سي اللي انا خايفة منه ده هيطلع. والسيتوكروم سي ده مجرد ما بيطلع بينشط انزيمين مهمين، انزيم اسمه البروتييز وانزيم اسمه الاندونيوكلييز. من اسمه بروتييز بيكسر البروتين، بس هو ما بيكسرليش اي بروتين. الخليه بيبقى ليها هيكل عظمي زي ما البني ادم بالظبط ليه هيكل عظمي. الهيكل العظمي ده اللي بيحافظ على شكلها بنسميه سيتوسكيلتون. فالبروتييز ده بيروح يكسر السيتوسكيلتون بتاع الخليه، والاندونيوكلييز من اسمه هيروح يكسر ايه، هيروح يكسر الدي ان ايه. فانا دلوقتي كسرت الحاجة اللي كانت محافظة على شكل الخلية، وكمان كسرت الدي ان ايه، تبدأ الخلية تتفكك كده. كل جزء من الممبرين بتاع الخلية ياخد اورجانيل جواه ويتفتت حتة حتة، وعشان كده بنقول ان الخلية بتنتحر. دي قصة الابيبتوز السريعة. موضوع سيتوكروم سي والبروتييز والاندونيكليز ده مش موجود في الداتا، بس انا قلت اقوله لكم عشان تبقى الدنيا واضحة. بداية هنا بيقول ان هو الابيبتوزيس يعني ايه، بيقول ان هو distinctive morphological pattern، بيقول ان هو يعني تغيرات شكلية مميزة of cell death لموت الخلية affecting in single cell. زي ما اتفقنا في البداية ان الابيبتوزيس ممكن يبقى على مستوى خلية واحدة، او حتى لو كان على جروب من الخلايا بيبقى small group، تمام، بمجموعة صغيرة من الخلايا، على عكس النكروزيس اللي كان بياخد large number من of cells. بيقول ان هو الابيبتوزس ده بيبقى انرجي ديبندنت. يعني ايه انرجي ديبندنت؟ يعني الخليه بتعتمد على طاقتها علشان تنتحر، بنسميه بروجرام سيل ديس، يعني موت مبرمج للخلايا عشان الجسم يتخلص من الخلايا اللي هو مش عايزها، فور ريموفال اوف الانوانتد انديفيدجوال سيل. يبقى تاني الابيبتوزس ده عباره عن ايه، عباره عن تغيرات مميزه بتحصل في الخليه ممكن تاثر على خليه واحده او مجموعه صغيره من الخلايا، بنسميه الموت المبرمج للخلايا، بتعتمد على الطاقه الخاصه بيه. فبيقول distinctive morphological pattern of cell death affecting single cell، ممكن تأثر على خلية واحدة أو جروب في سيل أو مجموعة من الخلايا. اتفقنا إنه بيبقى energy dependent، يعني الخلية بتعتمد على طاقتها، وده بيبقى programmed cell death for removal of the unwanted individual cells، يعني أنا بتخلص من الخلايا اللي أنا مش عايزاها. بعد كده بيقول لي إن الأبيبتوزيس ده زي ما اتفقنا ممكن يحصل physiologic وممكن يحصل pathologic. طب إزاي يحصل physiologic؟ بيقول ان هو اثناء الامبريوجينيسيس، يعني نمو الجنين في الرحم بتاع الام، بتبقى الايد الصوابع ما بينها ويب كده، حاجه شبه شبك العنكبوت. اثناء النمو بقى بيبدا يحصل في بيحصل ابوبتوزيس في الخلايا بتاع الويب دي لحد ما تتاكل وتتهلك وتموت، فالطفل يتولد بالشكل الطبيعي لايديه. يبقى اول حاجه during الامبريوجينيسيس تو ريموف ايه، الويب بتوين الفينجرز، الشبكه اللي كانت ما بين الصوابع دي.
تاني حاجة هرمون ديبندنت انفوليوشن. لو فاكرين المنستيرول سايكل اللي هو دورة الحيض، كان بطانة الرحم اللي هي بنسميها الاندوميتريوم كانت كل شهر بتزيد، تمام، بتزيد في الحجم، بيحصل فيها هايبربليجيا، وده كان من ضمن الأمثلة على الهايبربليجيا في المحاضرة الأولانية. وبعدين بتيجي أول ما الهرمون البروجستيرون بيقف، الخلايا دي بتفضل تموت، بتبدأ تموت وتتكسر وتقع. الطريقة اللي بتموت بيها اللي هو الأبيبتوزيس ده. فبيقول ان هو تاني حاجة هرمون ديبندنت ايفوليوشن، يعني بتعتمد على الهرمونات، اللي هو الاندوميتريال سيل بريك داون في الفيميل. يبقى المثالين على الفسيولوجي during الامبريوجينيسيس اللي هو to remove الود ما بين الفينجرز، والاندوميتريال سيلز بريك داون في الايه، في الفيميلز. طب الباثولوجي قلنا ان هو بيحصل برضو نتيجة اصابة، بس الاصابة بتبقى مميزة شوية، نتيجة راديشن، اشعاع، سيتوتوكسيك دراج اللي هو الادوية اللي بنستخدمها في علاج السرطانات، لان هي بتروح تأثر على دي ان ايه بشكل مباشر. فبيقول ان هو سام ستيمولاي بعض العوامل may induce ممكن تسبب لي نيكروزس او ابيبتوزس. بتعتمد على السيفيرتي، بتعتمد على الشدة، تمام، على شدة العامل ده، وعلى الديوريشن، وعلى المدة بتاعته. قلنا ان هو معظم الاستيمولاي بيسبب لي نيكروزس وعرفناها، الى ان هنا السيل ديس باي انجيريس ستيمولاي اللو دوزس، يعني بيقول ان هو بكميات بتبقى اقل بس الفترات كبيره، زي الراديشن اللي هو الاشعاع والسيتوتوكسيك دراج. وتاني حاجه فايرال ديزيز، تمام، بعض الفيروسات شبه الفايرال هيباتايتس، الفيروسات اللي بتسيب خلايا الليفر. طب ايه حكايه الفيروسات اللي بتسيب خلايا الليفر دي؟ بيقول ان هو دلوقتي الفيروس داخل جوه الخليه، تمام، بيبدا ينشط الجهاز المناعي. من ضمن الخلايا اللي بتنشط حاجه اسمها سي دي 8 بوزيتيف سيلز. السي دي 8 دي ما بتحفزش موت الخلايا بالنكروزس، لا، ده بتحفز الخلايا ان هي تنتحر، ان هي يحصل فيها ابوبتوزس مش نكروزس. فبيقول في الفيرال هيباتايتس الابوبتوتيك ليفر سيل، يعني الخلايا اللي ماتت نتيجه الانتحار دي، بنسميها، بيبقى ليها اسم مميز، بنسميها كونسلمن بودز. اللي هي الخلايا دي لو تلاحظوا لونها غامق شويه، النيوكلاي بتاعتها بقت اغمق وحصل فيها كونزنسيشن، اتكثفت مع نفسها كده. وتالت مثال على الباثولوجيكال ايفنت بيقول الريدكشن اوف السيل نمبر. فاكرين لما كنا بنقول في الادابتيشن بيحصل اتروفي، يعني الخلايا بتبدا تقل في الحجم وبتقل في السايز. طب بتقل في الحجم ازاي؟ بتقل في النمبر ازاي؟ بتقل في النمبر عن طريق الابوبتوزس اللي بيحصل في بعض الخلايا. يبقى انا عندي الباثولوجيكال ايفنت بيحصل في بعض الانجيريس ستيمولاي شبه الراديشن والسيتوتوكسيك دراج، في بعض الفايرال ديزيز وعرفنا زي ايه، واما خلايا الليفر دي بتموت بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها كانسل من بادز، او بيقول ان هو لما باجي اقلل السيل نمبر في حالات الاتروفي. بعد كده بيقول ان هو الميكانيزم اوف الابوبتوزس، بيقول ان هو ايه اللي بيحفز لي، بيقول ان هو ايه اللي بيحفز لي عمليه الابوبتوزس. قلنا لا اما حاجه فيسيولوجيكال لا اما حاجه باثولوجيكال زي ما اتفقنا. قلنا الكينج بتاع الابوبتوزس اللي هو ايه في البدايه، قلنا حاجه اسمها بي سي ال 2 فاميلي جين، دي اللي بتتحكم، بتعمل كنترول وبتنظم وبتعمل ريجوليشن لعمليه الابوبتوزس. ثالث مرحله اكسكيوشن فيز، يعني عمليه التنفيذ، ان هو خلاص الخليه تبدا تنفصل وتتكسر. يبقى انا عندي الميكانيزم، اول حاجه بعمل ستيميليشن لعمليه الابوبتوزس ده نتيجه حاجه فيسيولوجي او نتيجه حاجه باثولوجي. تاني حاجه قلنا ان هو بيحصل كنترول وريجوليشن من خلال عائله الجينات اللي هي البي سي ال 2 جينز، اللي كانت بتحافظ على الانتجريتي بتاع الميتوكوندريا الممبرين، فهي ما بقتش شغاله، فالميتوكوندريا الممبرين هيتدمر، فيطلع لي سيتوكروم سي اللي ينشط لي انزيمين مهمين اللي هو البروتييز والاندونيوكليز. فاكرين بفكركم بالقصه بس. معلومة ليكم برضو، احنا قلنا دلوقتي البي سي ال 2 جين في حالات الباثولوجي، قلنا مثلا يتعرض بالاشعه والسيتوكسيك دراج او الفيروس، لان الحاجات دي بتروح تاثر بصوره مباشره في النيوكليس. طب الحالات الفسيولوجي اللي بيحصل فيها ابيبتوزس دي بيحصل ليه؟ بيقولي مثلا في حالات المثال بتاع الاندوميتريوم ده، الموضوع بيبقى معتمد على الهرمونات، فنقص الهرمون مره واحده ده بيقول لي ان هو نفس الكلام بيأثر لي على البي سي ال 2 جينز اللي كانت موجوده في انويه الخلايا دي، فبتبدا الخلايا دي تنشط عمليه الابوبتوزس وتموت وتتكسر. طب بيقول لي بقى ايه المورفولوجيكال تشينجز اللي بتحصل؟ بيقول لي ان هو في الابوبتوزس الخليه ما بتبداش بسويلنج زي النكروزس، لا، ده بيقول لي ان هو الخليه بيبدا فيها شرينكج، الخليه بتنكمش. بعد كده الكروماتين اللي فيها بيبدا برضو كوندنسيشن يترصف فوق بعضه كده ويبدا يتكسر. بعد كده الخليه ذات نفسها تبدا تتفتت لقطع، كل قطعه تاخد اورجان جواها او نيوكليار ديبريس، وتبدا تنفصل كاجزاء كده. الاجزاء اللي بتنفصل دي بنسميها ايه؟ بنسميها ابوبتوتيك بودز، تمام. الابوبتوتيك بودز بعد ما بتنفصل الماكروفاج بتشوفها تقوم جايه ايه، تقوم جايه واكلاها. فبيقول ان البودز بتبقى فاجوسايتوز باي النيبرنج سيلز، سواء الخليه اللي جنبها او الماكروفاج. طب بيقول ان هو دلوقتي في حاجه اتسربت
من الخلية نشطت لي الانفلاميشن او كده، لا هي الخلية بدأت تنفصل في هدوء كده، الماكروفاج بدأت تاكل، وبالتالي ما فيش اي علامة من علامات الانفلاميشن. يبقى تاني مورفولوجيكال تشينجز، بتبدأ الخلية يحصل فيها شرينكج، تمام، ادي النورمال سيل، السيل صغرت اهي، بدأ يحصل فيها شرينكج، بعد كده نور كروماتين بدأ يكوندنسيت مع بعضه كده وفراجمنت ويتكسر، بعد كده ان هو الخلايا تبدا تتكسر مره واحده، وكل جزء من السيتوبلازم ياخد اورجانيزم ويطلع يكون لي حاجه اسمها ابوبتوتيك باتس، رابط بريك داون اوف السيل تفورم عشان يكون لي الابوبتوتيك باتس. بعد كده الابوبتوتيك باتس دي النيبرنج سيلز اللي هي الخلايا المجاوره ليها ممكن تاكلها او الماكروفاج تاكلها، ما بيبقاش في انفلاميشن في السراوندنج تيشو زي ما اتفقنا، لان ما فيش حاجه سربت، ما فيش حاجه نشطت لي جهاز المناعه عندي. كده الحمد لله خلصنا الابوبتوزس. نحل السؤال ده، بيقول لي ذا فولوينج ار فيتشرز اوف ابوبتوزس اكسبت، بيقول لي it is always caused by irritant such anoxia، او يعني anoxia يعني مفيش اي اكسجين، bacterial infection او alcohol. فاكرين قلنا اول حاجه قلناها في الابيبتوسس ان هي ممكن تبقى نتيجه فسيولوجيك او باثولوجيك، يبقى الاجابه ايه من قبل ما اكمل؟ بيقول لي ان هو بتبقى characterized by fragmentation of nuclear DNA، مظبوط، قلنا ان الكروماتين بيبدا يحصل فيه condensation و fragmentation. بيقول لي ان هو characterized by formation of cell membrane blips، يعني ايه cell membrane blips؟ انا دلوقتي عندي الخليه اهي بدأت تتكسر وتتفتفت، بيقول ان هو اجزاء الخلية بتعمل كده، بعدين الجزء ده يقوم جاي يعمل يقوم جاي يقفل على بعضه كده وينفصل، الجزء ده يقوم جاي يقفل على بعضه كده وينفصل، دي اللي يقصد بيها البليبس اللي هي الزيتات اللي بتبقى طالعة دي. بيقول ان هو باي ترانسفورميشن اوف الافكتد سيل للابوبتوتيك بادز، مظبوط، قلنا ان هو الخلية بتتكسر للابوبتوتيك بادز، بعد كده الابوبتوتيك بادز دي بيحصل لها ايه؟ لما فاجوسايتوز باي بتتاكل لا اما بالنيبرنج سيلز او بالماكروفاج. كده خلاص خلصنا الحمد لله. عارفه والله ان هي محاضره طويله ومهلكه، بس خلاص وصلنا للاخر. هنا بيقول ان هو مقارنه سريعه كده ما بين النكروزس والابيبتوزس، بيقول ان النكروزس الخليه الاول ايه قلنا ان هي يعني بتتنفخ بيحصل فيها سيل سويل، بينما في الابيبتوزس كانت الخليه بتشرنك بتنكمش وبتبدا تكون لي الايه، بيبدا يحصل فيها عمليه البليبنج دي، بعد كده ان هو الخليه بتبدا تتكسر وتتفتفت، وهنا برضو ان هو الخليه بتنفجر بقى والمكونات اللي فيها بيحصل فيها ليكج فتنشط جهاز المناعه، انما بينما في الابيبتوزس ما بيبقاش فيه اي انفلاميشن، ما بيبقاش فيه اي التهاب. ده جدول سريع برضو مقارنه بين النكروزس والابيبتوزس، بيقول ان هو النكروزس دي ممكن تحصل نتيجة، بتبقى نتيجة انجري بس، نتيجة اصابة بس، اسكيميا دي يعني البلود سبلاي اللي رايح للخلايا قل او انقطع تماما، او كيميكال انجري مثلا اتعرضت لتوكسين معين، اتعرضت لحرارة زي حرارة قليلة، دي كلها بيسبب نكروزس، او سيفيرس بيحصل في بداية سيفيرس فيلنج بتتنفخ جدا بعد كده رابشر تنفخ. انما في الابوبتوزس قلنا ممكن يبقى فيسيولوجي، ممكن يبقى نتيجة انجري عادي. في النكروزس قلنا ان اللي بيحصل في الاول الخلايا بتبدا ايه سويلنج تتنفخ كده بعد كده ترابشر وتنفجر، بينما في الابيبتوزس الخلايا بتنكمش بيحصل فيها شرينكج. السيل ميمبرين قلنا ما بيبقاش واضح اند سينجل لان بيحصل فيه دامج، بينما الابيبتوزس قلنا بيكون حاجه اسمها بليبس كده، بعد كده ان هو زين ميمبرين باوند سيتوبلازمك بادز، بعد كده البليبس دي تبدا تنفصل كده وتكون لي ايه، وتكون لي الابوبتيك باس. النيوكليس بيقول لي ان هو كانت بتمر بثلاث مراحل، بكنوزس ان هي الخليه بتشرين، النيوكليس بتشرين بتنكمش، بعد كده كاريوريكسس بتبدا تتكسر، بعد كده كاريولايسس بتبدا تدوب وتتحلى، بينما في الابوبتوزس بيقول ان هو الكروماتين قلنا بيحصل كوندنسيشن بيتكثف ويبدا ايه، ويبدا يتكسر. الاورجانيلز بريك داون بتتكسر، بينما الابوبتوزس قلنا ان هو كل جزء من البليب بياخد اورجانيل او كده ويمشي بيها، بعد كده يحصل له فاجوسايتوز. في النكروزس قلنا نتيجة الليكج ده بيستفز جهاز المناعة ويعمل انفلاميشن حواليه، بينما في الابيبتوزس ما بيبقاش فيه اي ايه، اي انفلاميشن. كده الحمد لله خلصنا. عارفة ان المحاضرة كانت طويلة، سامحوني لو حصل اي تقصير، وما تنسوش تدعوا لأهالينا في فلسطين والسودان، ربنا يهونها عليهم ويلطف بيهم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.